السلام عليكم. اليوم نروح الملعب محمد بومزراق ب بلدية شلف لنقف على يعني مدى تقدم الأشغال بالترميم تاع هذا الملعب، واللي على حسب الصور اللي عندنا وصلت إلى يعني تقرب النهاية تاعها. المهم أن الملاعب هذه لازم فيها لازم تكون هذيك لا روميز نيفو، يعني ترميم وتجديد، ولازم تكون فيها العناية والصيانة مستمرة، ولازم هذا مهم جدا. والأهم في كل هذا هو الاستغلال الأمثل لهذه المرافق، ولازم الملاعب هذه تبقى مفتوحة للشباب وللفرق يعني مختلفة، لكي المرافق هذه يتم استغلالها بطريقة عقلانية وطريقة يعني كاملة 100%، لأنه لازم تكون فيها خدمة الشباب بصفة عامة في الولايات الأخرى، لأنه في انتظار أن تكون فيه مشاريع كبيرة لملاعب أكبر من هذا بالنسبة للفرق اللي عندها يعني تنشط في البطولة الوطنية الأولى. إذن لازم يكون فيها فرق، يكون فيها ملاعب كبيرة تعزز القدرات نتاع المرافق الرياضية بصفة عامة. ولازم كذلك أن ما نبقاش حاصلين غير في كرة القدم، لازم تكون مرافق نلتو بال يعني الرياضات الأخرى بصفة عامة. والسلام عليكم.